الله بالخير. اليوم راح ارجعكم حق ذكرى وايد حلوه، خاصه جيل السبعينات الثمانينات اللي لحقوا على الحقبه. كانت الكشخه عندنا تقريبا في مكانين، في مجمع الصالحيه وفي سوق السالميه. كان توا طالع مجمع نقرا الشمالي والجنوبي، ما علينا منه. انا اسولف لكم على كشخه مسقرته. سوق السالميه كان أشبه في الشانزليزيه في بداية الثمانينات، واللي تبي تكشخ تروح هناك. سوق السالمية بدايتها كانت من هني، من الإشارة هذه، الإشارة دش كذي نفس الشيء كان هني، هذا مال الزر الإيراني موجود الحين هني. شنو كان؟ كان معرض البشر مرسيدس أول شيء كان. هذا طبعا كان مفتوح، كله سكروا الحين، كله مفتوح. كان وريتكم محل شنو كان فيه، هذا كله سكروه، هذا كله كان مبطل هني. هذا السجاد هذا القديم، وهني كان طبعا اللي هو كنكورد، وكنكورد محلات، وهني مجمع العجيري كان قدام العجيري. طبعا هذا كان كشخة وين سكروه، المشكلة كان مفتوح. كان دشيت وريتكم، بس انا بحاول الف من هناك فوق تحت. الحين هذه العمارة شالوها. الله تذكرت هالأيام، ترى من زمان ما يتيلي يا ربعي. بس أول في الثمانينات أو التسعينات بشكل يومي يتيلي يومي. والله أتذكر هذا كل حساء في المحلات هني. كان الطاهر وكان مالوة وكان الوليد. شوف المكان اللي مريت عليه توني قبل، شوفوا شنو. انت بالسالمية يعني انت ريال زقرتي. اي هذا كان البنك هني قدامني. اي كان البنك اذكره في وجهي. الحسافة صار كلها اسواق شعبية، مثل ما شايفين العماير كلها تهدمت. الحين طلعنا بنروح وين؟ صوب البلوكات. قبل بلوكات، في بلوكات هني الحري بيشترون من هني اول. طبعا هالمحلات يا جماعة كلها تغيرت، كلها السوق هذا كلها تغير. فعلا كان في محلات ذهب هني صحيح، والبلوكات نفس ما هي العتيجة موجودة، بس مو الكل طبعا، وايد تغيرت. طبعا ما كان في لا مارينا قبل، ولا كان في على قولتهم اللي هو ماركس بنسر ولا شيء. كل هذا جديد علينا، هذا المجمع ما كان موجود. كلهم بعدين، كلهم بعدين. محل والدلاغات مالوت الحريم مال الله قديم موجود صح، هذا المجمع كان موجود هني. شنو كان بدال الإشارة؟ كان في نفق يوديك على السالمية الثانية، تخيل. وهني كان في مطعم فلافل الفول اللي يطري عليكم قبل النفق تحت. بس النفق يا الربع هذا ما كان سيارة تنزل بسيارة، لا مشي، توقف هناك تنزل مشي تروح تطلع الصوب الثاني، تخيلوا. حتى هذا مجمع ثريا ما كان موجود اول ابدا. على اسولف لكم بالثمانينات ما كان موجود، مستحيل. كان ولا شاهة ولا مجمع شاهة ولا هذيل، كلهم مو موجودين. كان شنو كان فيه يا جماعة؟ كان فيه قدام، الحين قدام بوريكم مكانه بالضبط. قدام هني تقريبا هالصوب كان في محل فيديو واحد بس، محل فيديو تسجيلات كان.
الصوب. وكان في بعدين ورا التحرير ورا غزو الكويت كان في هارديز صاير حصوب هارديز، واللي هو سابوي ما سابوي، لا مو سابوي هارديز، اي اللي كان هني هارديز كهوة هارديز موجودي هارديز وسوبارو ما سوبارو ومركز سلطان. للأمانة قديم مركز سلطان قديم كان موجود هذيل كلهم اللي هو مجمع والله حتى نسيت البستان والبستان هذيل كلهم بعدين يدد تخيلوا هذيل يدد والله أيام يا حلو هالسالمية يا حلو والله عجيبة كانت دوار الشيوخ من أول هذي عرفتوا وهني تصير أول سينما السالمية كانت طبعا المركز اللي هو التنمية كان صارت أفراح صارت أفراح قبل وهذه سينما السالمية وهذا بيت تمويه قديم بصراحة. طبعا شارع المطاعم هذا داعش تدرون متى يعني ورا الغزو سنة 91 لا كانت حركة هني مو طبيعية قدامي الحين البلاجات موديكم البلاجات أول ما كان في واجهة البحرية ما الواجهة البحرية كان بس البلاجات الوناسة كانت بلاجات بس